ثلاثة اسم المفعول. اسم المفعول يا شباب عندي طبعا هو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل، خلاص، او بيصف من وقع عليه الفعل. اسم المفعول بيجي ثلاثي وغير ثلاثي، زي اسم الفعل. بص، ثلاثي بيكون على وزن مفعول، على وزن ايه؟ مفعول. انا بدور على اي كلمة على وزن مفعول يا مستر. طب ما هو فيه البس كمان على اسم، ما هو فيه يا مستر كلمات ما بتبقاش على وزن مفعول وثلاثي برضه. انا عرفتها دلوقتي، ما تقلقوش. اول حاجه ادور عليها وانا بحل المشتقات، انا بكون منظم، بدور على دي على نقطه معينه، ما لقيتهاش ادور على الثانيه، ما لقيتهاش ادور على الثالثه، ما لقيتهاش ادور على الثالثه. ما تسرعش، واحده واحده. وكل ما تجيب حاجه لازم تتاكد ان هي ايه صح. اتاكد ازاي؟ انا هديك حاجات معينه تتاكد ان دي تنفع اسم مفعول ولا لا. مش اي كلمه تقابلك تشكلها على مزاجك وتاخدها اسم مفعول. أول حاجة قلنا على وزن مفعول زي محروس أو محروسة، مشهور، خلاص، مشهور أو مشهورة أو مشهورين، خلاص، أو معروفين، معروفات، معروفان. اتفقنا إن إحنا بنجيب إيه؟ المفرد والمثنى وإيه؟ والجمع، صح؟ فندور أي حاجة على وزن دي، في منبوذة، محسودة، معروفة، مشهورة، حاجات كتير جدا، بس إحنا نذكر اتنين. طب ما لقيتش يا مستر؟ دور لي يا حبيبي على كلمة مدعو، مرجو، مدلو، خلاص. الفعل اللي هو ايه؟ الوقت للآخر، ان فعلها دعية ورجية وتلية، فانا بجيبها على وزن ايه؟ مدعو، داع، و، بحط الميم وبزود طبعا الواو بتاعتي، ثم بضغم الواو مع ايه؟ مع الوقفة، مدعو. يعني هنا في شدة يا مستر، او في شدة، واللي انا بكتبه ده كله على وزن ايه؟ مفعول. كله على وزن ايه؟ طب ما لقيتش. دور لي على مبني، ممكن تبقى مبنيه، وتجيب كتير جدا في الامتحان، خد بالك. بص، مبني او يجيب لي مبنيه، خلاص، قال مبنيه. مقضي، والشده ايه؟ مسعي، خلاص، يجي يقول لك ليه الحاجه مقضيه باذن الله، مقضيه. يبقى ده اسم مفعول برضه غير ثلاثي، اسم مفعول عفوا ثلاثي وعلى وزن مفعول، وعلى وزن ايه؟ مفعول. يبقى انا عندي اول واحده ايه؟ محروس ومشهور، او محروسه ومشهوره، مدعو على الشكل ده، او مبني ومطلي ومسعي، تمام؟ يبقى انا عندي ثلاثه، والثلاثه دول يا شباب لما اجي اوزنهم بوزنهم على وزن ايه؟ على وزن مفعول، على وزن ايه؟ مفعول. في مشكله في دول؟ يبقى انا بدور على اي حاجه على الوزن ده، اي حاجه على الشكل ده، اي حاجه على الشكل ده، تمام؟ طب ما لقيتش. شوف رقم ثلاثة، كل ده في اسم ايه؟ اسم المفعول من الثلاثي، من ايه؟ من الثلاثي. أدور على أي حاجة على الشكل ده، مقول، ها؟ مصون، مبيع، لا عفوا، مقول، مصون، ها؟ مصون. أي كلمة على الشكل ده، خلاص؟ طبعا فعلها قيلة، صيغة، مصينة، ونعرف يبقى مقول، مصون، مصون. طب ما لقيتش. اخر حاجه في الثلاثي ادور على مبيع، مهين، مهيب، خلاص. ودول على وزن ايه؟ مش على وزن مفعول، هو محذوف منها حرف، نكتب الوزن ده، خلاص. يبقى انا حذف هنا الواو، وهنا اتحذفت ايضا الواو، تمام، لان هي كانت مقول ميم واو، حذفنا واو اللي هي المفعول، هنا مبيوع حذفنا واو برضه المفعول، خلاص؟ فبقت ايه على الشكل ده؟ مبيع، مهين، مهيب. طبعا بنحاول نختصر، المهم انت اعرف ان لما اجي استخرج اسم المفعول بجيبه على الوزن ده من الثلاثي. طب وزن محروسه هتقول لي حو ري سال، لازم شكل حو مي دا شو هي را دو عيا، خلاص، يا دعا. لما بضم الاول واكسر ما قبل الاخر بتقلب الالف لياء. مقرون، قوريئه، الهمزه على الياء. مقول ومصون، طبعا مبني بنية، ومقضي قضية، ومسعي سعي زي اللي فوق. طب الاثنين دول الحرف الثاني بيقلب لياء. مقول هتكون قيله، خلاص، ومبيع بيع. ويجي لي في الامتحان يقول لي البضاعه المباعه، تقول لي خطا، المبيع. ليه؟
لان المباع فعلها بيعه بيعه ثلاث حروف. انا كده كده بجيب المبني المجهول بيعه ثلاث حروف. ليه تجيب هذه من مضمومه وفتح ما قبل الاخر؟ لا لازم تكون مبيعه على الوزن ده. يبقى اذا كنا بنقولها خطا. يبقى البضاعه ايه؟ المبيعه. البضاعه ايه؟ المبيعه لا ترد ولا تستبدل. ده كده اسم المفعول يا شباب من الثلاثي. اسم المفعول من ايه؟ من الثلاثي. بجيبه بدور على الاشكال دي. غير كده لا، مفيش اسم مفعول هيخرج من الثلاث الخمس اشكال دي. خلاص؟ خالص. طب يا مستر هستفيد منها ازاي دي؟ انت بتطلع اسم مفعول، لو هي على شكل من دول انت كده صح، غير كده خطا. طب اسم المفعول من غير الثلاثي؟ غير الثلاثي يا شباب انا بدور على ايه؟ دور لي على مين مضمومه وفتح ما قبلها. ما تلعبش على المعنى عشان ما تتلخبطش. ما تدورش على المعنى عشان ما تتلخبطش. الطالب الشاطر هو اللي بعد ما بيخلص بيتاكد. بس حاول تدور على التشكيل ومعاهم المعنى في الاخر. تمام؟ مين مضمومه وفتح ما قبل الاخر ويكون واقع عليها الفعل. تعالوا شوف كلمه واقع عليها الفعل هنا محروسه، يعني حد هيحرسها صح؟ مدعوه حد هيدعيه. مبني حد هيبنيه. نقول حد قال. مبيع حد هيبيعه صح؟ يبقى اذا وقع عليه الفعل. هنا مين مضمون وفتح ما قبل الاخر؟ يعني مثلا اقول استجاب او اتقن متقن. اتقن متقن متقى. الدرس متقن. خلاص؟ الدرس متقن. واعلمك طريقه اتاكد ان دي وقع عليها الفعل. مستخرج. مذهب. تخرج. مستخرج. مستجاب. ها؟ دعاء المؤمن مالها؟ مستجاب. ما حطيتش ليه فتحه يا مستر؟ ما هي كده كده الف المال. خلاص الالف هنا ايه؟ فتحه عليها. اقول مستجاب. بص مستجاب. تمام؟ فيجي يقول لي دعاء المؤمن مستجاب، يعني حد هيستجيبه. الحد ده هو الله عز وجل. خلاص؟ متقن، مستخرج، مستجاب. ازاي يا مستر حتى بتقول لنا ان انا ممكن اتاكد بطريقه سهله جدا ان ده اسم مفعول؟ ازاي؟ يجي في الدرس من غير ما يشكله، عشان في ناس بتقول لك بس طب انا ما بعرفش اطلع عشان مش متشكل، صح؟ طيب يجي يقول لي مثلا ايه؟ الدرس متقن، الدرس ايه؟ متقن بس مش متشكل اهو. تمام؟ تروح انت عامل ايه بقى؟ على جنب كده بقلم رصاص وتكتب بيد قيم الدرس، دي تنفع جمله؟ الجملة الخالية ليها أركان، لا ما ينفعش. اتفضل قول. طيب مين اللي أقرأ الدرس؟ أنا دلوقتي بقول لك إيه؟ أنت قلت أه ينفع، صح؟ أنا بقول لك الدرس متقن، فقلت لك يتقن الدرس. أنت دلوقتي بتقول لي أه تنفع جملة، إيه دليلك؟ أنا الجملة الخالية أقصد بتتكون من إيه؟ فاعل، وفاعل وقد تحتاج مفعول، بس أهم حاجة الفعل والفاعل، صح؟ فأنا بقول يتقن الدرس، مين اللي هيتقنه؟ يبقى إذا في خطأ في الجملة، في خطأ إيه؟ يعني ما تنفعش الجملة كده. خلاص؟ إذا الفعل كده أصلها يتقن الدرس، يعني مبني ليه؟ للمجهول، يعني الفعل مش موجود. طالما الفعل مش موجود ومبني المجهول يبقى ليه اسم مفعول. تمام؟ أنت مش الجملة مش راكبة. ها؟ يتقن الدرس، لا مش هتمشي كده، ممكن تمشي كده يا مستر أو لو عملت كده. بص أنت بتغير بقى. يتقى. طب خلاص طالما أنت غيرتها كده يبقى دي مبني المجهول، يعني ده اسم مفعول، يعني ده اسم إيه؟ مفعول. خلاص؟ طيب ازاي افرق بين اسم الفاعل واسم المفعول لما بيجوا على شكل واحد؟ يعني ايه على شكل واحد يا مستر؟ يعني ممكن اسم المفعول يا شباب في كلمات معينه بيجي منها اسم المفعول واسم الفاعل على شكل واحد او على وزن واحد. زي اختار، زي اهتم، زي انحاز. خلاص؟ تمام؟ الافعال دي بيجي منها اسم الفاعل واسم المفعول بنفس الشكل. ده سؤال بيجي من امتحان كتير جدا. اختار عندي لما اجي ادخلها في جمله تكون اسم فاعل واسم مفعول بعمل ايه؟ بص وهستخدم الجمله اللي انا قلتها دي. المعلم مختار الطالب في المسابقه مثلا. واجي تحت هنا هقول الطالب مختار للمسابقه. تمام؟ معلش همسح اللي تحت دول وبعد كده برجع لهم. انا دلوقتي جبت كلمتين ومش مشكلة ونفس الكلمتين هما ايه؟ نفس الوزن، صح؟ وبيقول لي حدد اسم الفاعل واسم المفعول او بين نوع المشتق فيما تحته خط. اعرف ازاي؟ ناخد الجمله الاولى بالراحه كده واعمل اللي انا قلت عنه.
ينفع اقول يختار المعلم الطالب؟ ينفع؟ تنفع صح؟ قلنا صحيح صح ولا غلط؟ يبقى يختار المعلم الطالب. مين هيختار؟ يبقى ده اسم فاعل، لان هو اللي قام بالفعل صح؟ هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل. طب ينفع الجملة دي اقول يختار الطالب للمسابقة؟ يختار ها؟ ينفع؟ ينفع. يبقى هنا في خطأ. هنا في ايه؟ الخطأ في اللي انا بقوله. ممكن اقول يختار صح؟ يبقى انت كده حولتها المجهول. اذا ده اسم مفعول. اسم ايه؟ مفعول. ده اللي انت بتتأكد منه. المعنى صعب عليه في الامتحان. لكن انت طالب شاطر، المعلم مختار الطالب هو اللي اختار مثلا اسم فاعل زي الفل. الطالب مختار حتى هيختار الاسم مفعول، غيرك ما بيعرفش كده. فانت تجرب الطريقه دي في دماغك هتلاقيها صح، هتلاقيها سهله. يبقى يا ريت تفرق بين مختار ومختار اسم فاعل واسم المفعول. اسم ايه؟ المفعول. تمام. خد بالك ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك البحار مستقبل، فانت بالك تحت عشان ايه؟ لما نيجي نفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان. خلاص؟ هقول لك مثال كده نعرف نفرق بينه. طبعا الحازه برضو نفس الموضوع، المعلم منحاز للطالب او الطالب منحاز له. الاب منحاز عادي خالص، هندخلها في جملتين نفس السياق هو اللي هيبين لي اسم فاعل ولا اسم مفعول. الاب مهتم بابنائه ده اسم فاعل، الابن مهتم به خلاص ده اسم مفعول، وعندي اعتز معتز اقدر ايه ادخلها في جملتين واعرف فين اسم فاعل وفين اسم المفعول. ودي النقطه اللي ساعات بتيجي في الامتحان كتير عشان تفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. كده يا شباب اسم الفاعل اسم المفعول صرت مبرر. حد عنده سؤال؟ اتفضل. انا لسه ما خدتش. ماشي. لا مش صيغه مبالغه واسم مفعول، صيغه مبالغه واسم اله. ما تقلقش انا كل ما اجي عند درس في تشابه بين درس تاني هوضح لك. عشان كده انا لما شرحت اسم الفاعل ما قلتلكش النقطه دي، لان كان لسه اسم مفعول ما جاش عشان ما نغلطكش. فلما تيجي ان شاء الله اسم الاله لان بجيب لك الافعال اللي بتتساوى فيها اسم الفاعل واسم المفعول. تمام يا شباب؟ كده خلاص الثلاث دروس الاولانيين في مشكله فيهم؟ حد عنده اي سؤال؟ ها؟